А что с тебя растерялся? Что? Потому что попало в стойку сзади. Ну. Надо же ворота делать так, поэтому гаситься мяч должен все. المباراة بوقت الأصلي بسبع دقايق تمريرة من بلال برجي اللي بكان مميز بالمباراة لهملت اللي بيلعب الكرة لوب فوق الحارس علي حمود والهدف الثالث بالمباراة يلي بتنتهي مثل ما قلت لكم بنتيجة لا صالح فريق التضامن صور 3-0 على فريق الحكمة. شوفوا شو زكي هملت، شاف الحارس متقدم من مرميه ولعبها بطريقة